اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. السجق متحدد اقامته يا اما طاجن يا اما بناكله سندوتشات، والباميه اللطيفه باللحمه الضاني لا تتنازل عن اللحمه الضاني. فايه رايكم نعمل النهارده طاجن الباميه بالسجق والسجق ضاني؟ ايه رايكم؟ تعالوا شوفوا نعمله ازاي بافكار بسيطه وسهله، ونغير من منظومه الباميه مع اللحمه الضاني. السجق مع اللحمه مع الباميه اكيد هيكون له طعم تاني، ولكن في تريكايه هنشوف الشيف المغازي هيعملها ازاي مع الكزبره الخضراء والكزبره الناشفه الاثنين متحدين في الطاجن. معانا الرز بالشعريه هو عدل الطاجن ده، دايما الباميه والملوخيه يا اما تحب الرز بالابيض او رز ابيض يعني او رز بالشعريه، هنعمله مع بعض النهارده بطريقه سهله وبسيطه. جاي بقى على بالي النهارده الفواكه حلوه جدا دلوقتي، وشايف الكمثرى وعندنا جوافه وعندنا عنب، فتعالوا مع بعض نعمل فطيره الفواكه بالجنزبيل والمكسرات. فطيره قيمتها الغذائيه عاليه جدا، وهنعملها بالعسل، لها تركايه برضو وازاي نقدر ان احنا نستغل وجود الفواكه نقدر ان احنا نغير من طعمها مع فطيره حلوه او نعملها بكومبنتو زي ما احنا عايزين. تفاصيل في الحلقه النهارده بسيطه وسهله، ولكن خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف ايه حكايه باميه بالسجق. اول مره اسمع عنها، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحظات الاخيره لعمل شويه رز بالشعريه، واخدين طعم الحبهان، ورق اللورو، قرنفل، بعشق القرنفل انا مع الحبهان، في ثلاثي لما بيتحدوا مع بعض بيدونا طعم ملوش مثيل. اشجيني يا عم الشيف، في ثلاثي لما بيتحدوا مع بعض في اكله بيدونا طعم ملوش مثيل، وخاصه مع الرز بالشعريه. ورق لورو، حبهان، قرنفل، ورق غار، مسمار، هيل، دي المسميات بتاعته. كفايه رز، نقلب. نعم، انا مش عايزك تقلق من ناحيه الباميه خالص، الباميه انا مجهزه ومحضره، هنزل عليها بالسجق والطشه الحلوه اللي على عين البوتاجاز دي كده، وشويه الرز دولت يكونوا استووا معانا وخلصنا. ايه خلاص خلصت. ملاحظ انت الشعريه كتير، ها انا بعشق الرز بالشعريه، والشعرية تكون أكتر من رز. عايز أحمر الشعرية تكون كلها حبة واحدة زي ما أنا شايفها على الشاشة دلوقتي. حط شوية ملح مع الشعرية، وحذاري إنك تنسي إنك حاطة ملح، وتكرري الملح مرتين. معايا مية بتغلي على النار، الحلة بتاعتي جاهزة كده، يلا بينا. اللهم صل على النبي، هو ده. بس خلاص، تعالوا مع بعض نشوف اخبار الباميه ايه. ناخد الرز، بص على الرز اهو يا فندم، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه اهو، عينيا اهو، بص على... بص شوف انا عامل الرز ازاي اهو، بص اهو اهو اهو، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده اهو. استوى طبعا يا شيف، انت ممكن تقعد جنبه في المطبخ ساعه لما يستوي. الله، يلا نغرفه مع بعض، بس مش عايز اغرفه كده بجد. كل ما اعمل رز افتكر التركايه بتاعت امي رحمه الله عليها، امهاتنا الخير والبركه. ايه التركايه بتقول يا مغازي بتاعتك بقى؟ الله، هي دي سمنه بلدي، والبلدي يوكل اهي على وش الرز، وسيبيها وانسيها، بس لازم تغطي الحله هسه شوية على ما اجهز الطبق بتاع الغرف. مش لازم تحطها على النار، بره النار. رز بشعرية على طريقة أمي. وأكلة أمي. يلا بينا. أوريك شوية رز حكاية. بص 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 هو ده أهو. إيه الحلاوة دي أهو. قلب الرز. تشم ريحة الريف المصري والصعيد المصري وشماخة السمنة البلدي في قلب شوية الرز. الله، نعم يا غالي، ممكن. بقول لي ممكن يعني نجيب طاسة ونقدح السمنة دي وننزل بقى على الرز؟ لا،
عرفتي هي امي كانت تعملها كده. طب ايه الفرق يعني؟ السمنه بتنزل بشخصيتها وبركتها على الرز والنشويات الرز، فالرز ياخد من طعمها، انما لما بقدح السمنه ده موضوع تاني، تحطها على عصيده بيني وبينك يعني. الله، سامع صوت الرز وهو نازل في الحله؟ بص 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 بص. عجن؟ لا. استوى؟ فلفل؟ الف هنا وشفا، طعم الحبهان فيه، ورق اللورا وفيه، القرنفل فيه. يلا بينا، اللهم صل على النبي. هنروق الدنيا كده عشان مخرجنا بيحب يشوف الصورة حلوة. حلقتنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة، فيها كلام كتير. فيها كلام كتير، وبعترف ان انا بتكلم كتير وان انا بخرج بره الموضوع، عشان احنا في 10 سنين مع بعض، ولازم تفهموا مدرسة الشيف المغازي. بشربك وبأكلك وبطعمك المطبخ ورباكة المطبخ وفن المطبخ وطهي المطبخ وإبداع المطبخ بمعلقة من ذهب، وبسهل لك الموضوع وحبيبك فيه عشان ما تمليش. عندك اولاد في البيت عايزين يشوفوا اللعبه على التلفزيون، عايزين يخشوا على القناه بتاعه الاطفال، كل الكلام ده انا ماليش دعوه بيه. تيجي الساعه 1 الشيف المغازي على القناه الاولى والفضائيه المصريه وبس. رؤيا فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.